نعتذر في الواقع على عدم وجودي معكم لأنه الندوة اللي تنظموا فيها بتصير نهار 15 وأنا مع الأسف نهار 15 أنا منكون موجود في اليمن مهمة كما بعض منكم سمع بها كلفني بها مجلس حقوق الإنسان مع زوج خبراء آخرين واحد بريطاني وأخرى يعني أسترالية متعلقة يعني بتقديم تقرير حول الأوضاع في هذا اليمن العزيز البلد العربي الشقيق اللي كما تعرفوا عايش مأساة إن شاء الله بالنسبة لنا ما تعرفهاش تونس. أولا نحب نشكر منظمي هذه الندوة وخاصة منهم كوليكتيف صمود وشركاء وبطبيعة الحال هي ندوة تعالج في موضوع هام وربما أساسي في المرحلة هذه اللي احنا نتعيش فيها بلادنا هي مسألة القانون الانتخابي. لكن في رأيي الموضوع هذايا يتطرح في السياق اللي هو صاير فيه. مثلاً كان ناخذه عام 2011 الموضوع متاعنا اللي كنا نعالجه فيه بعد الثورة بالضبط هي أنه نعملوا دستور جديد للبلاد. وكان الاختيار اللي مشينا فيه ذاك الوقت هذاك هو أنه صياغة الدستور لازم تصير من خلال مجلس تأسيسي. وبالتالي يعني يلزمنا نعمل انتخابات المجلس التأسيسي. في هذا السياق جات إطار كيفاش نعمل انتخابات. فإذا فكر وقتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي عملت يعني شغل كامل في صياغة هذا القانون الانتخابي الجديد. لكن قانون انتخابي راهو كما كل القوانين عنده أهداف. يعني مش سينوبايونوسيت مش صيغة تتعمل لك هيك. لازم يلبي لأهداف معينة. الأهداف اللي كنا في الوقت ذاك نخدموا عليها جميعا أنه مش صياغة الدستور يلزمها تكون من مشموليات أكثر ما أمكن من عائلات الفكرية والسياسية والثقافية في تونس. يعني تشارك أكثر ما أمكن من الناس. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ما يلزمهاش تكون صياغة الدستور دي يكون هيمن عليها حزب ولا طيار معين هو اللي يمتلك الأمور وحده. من ناحية ثالثة مثلا زادا قلنا يلزم تشريك الجهات المهمشة والفئات المهمشة حكاية الشباب حكاية النساء حكاية كذا. من هذه الزاوية فهمني وبعض دراسات تقنية قامت بها وقتها لجنة مختصين في وسط الهيئة العليا كان خبراء استقر الرأي على أنه بالنسبة للدستور وصياغة الدستور الجديد للبلاد القانون اللي يسمح تحقيق هذه الأهداف اللي احنا ذكرناها ذكرت بعض الأجزاء منها بعض الأهداف هو القانون الانتخابي اللي توصلنا له اللي هو قانون بتاع بالنسبية المطلقة بتاع قائمات يعني قائمات تصير في كل دائرة انتخابية مع أفضل البقايا. بالتالي كان اختيار واعي عن وعي. طيب إذا كان القانون هذا كان يعني يلبي الأهداف متاعه 2011 بعد 2011 الوضعية تبدلت. أنا واحد من الناس من 2012 طلبت قلت يلزم مراجعة القانون الانتخابي لأنه الهدف بعد ما نعمل الدستور هي شنو؟ هي أنه نبنيه نجم نقوله دولة جديدة مؤسسات جديدة تحسب الدستور جديد واقع سياسي واقتصادي واجتماعي ودستوري جديد. الشيء الجديد هذا يعني كيفاش نعملوه؟ يخي نعملوه ما يجب نضمن له الديمومة يجب نوفر له شروط النجاح وشروط النجاح هذه مرتبطة أيضا بقدرة الشيء الجديد هذا باش يتماسك ويمشي ويتحقق وبالكويرانس اللي بيشتغل. فإذا كان من الضروري أنه الهدف متاع ما يمكن نسميه بالاستقرار تاع المنظومة الجديدة كان ينجم يجب ندخلوه. ما كانش عندنا الهدف هذا في 2011 استقرار بالعكس الهدف متاعنا في 2011 كان تغيير المنظومة من خلال دستور جديد. يعملنا دستور يلزم المؤسسات الجديدة إنما اليوم نخمو في استقرارها باش يكون فما استقرار. هذا من أحد الأهداف اللي نجم نقولها أن يلزم قانون انتخابي يسمح من صحة التعبير ما قلتش هو كلام ماجوريتير ولا حاجة قلت قانون انتخابي يسمح بأنه الأغلبية يسمح حاجتين في رأيي أساسيتين. أولا الأغلبية اللي باش تخرج من الانتخابات تكون عندها الإمكانيات والصلاحيات والشرعية الكافية باش تحقق البرنامج متاعها وتحط على محك الواقع في إطار كما قلت بناء شيء جديد لأنه نحن في دستور جديد باش نبنيو حاجة جديدة. يعني عملية الإصلاح
هي المشروع العنوان الكبير نتاع كل مشروع نتاع سياسي في تونس في رأيي. هذاك علاش انا واحد من الناس مش عاجبني برشا امور خاطر ما يحكيوش على اصلاح الدوله مثلا الاركوس اللي هو فوندامونتال اصلاح الدوله. طيب هذا من ناحيه تحقق الاستقرار تسمح له، ومن ناحيه اخرى تضمن بالاساس التابع الديمقراطي للمؤسسات اللي تمثل تونس للبرلمان، تضمن يعني حق الاقليات ما يكونش كان حق برك، يولي اساس 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 العمران صح التعبير. فماش كان اغلبيه بعد تستبد هي قالت هو وقف عندي الشرعيه انا اغلبيه دونك نعملش تحب ليه اغلبيه ما تعملش تحب الاغلبيه تضمن لك يعني يقع ضمان انك تحقق السياسات نتاعك، لكن في نفس الوقت كونكوميتونس فهمني، وهذا هم له ان الاقليه تضمن يعني حقها في الوجود ويقع لانه ابريتو الاقليه نتاع اليوم تجب تكون اغلبيه نتاع الغد. دونك يا كل حاجه يعني يجب نبنوها على اساس المعطيه الاساسيه نتاع لو بوفوار لو كونتر بوفوار، يعني كيفاش نجموا نوازنوا بين الاشياء، وهذه اشياء مش نظريه برك، هذه اشياء زاد عمليه. اذا قانون انتخابي جديد وهذا اساسي بالنسبه للبلاد اللي يضمن من ناحيه الاستقرار والاستمراريه نتاع العمل المؤسسات الدولي الحكومي الى غير الماجوريتي كي غاني لي زيليكسيون سي تي فيلون اساسي انه تحب تطبق السياسه نتاعها، لكن في الاساس مش بطاقه بعشرفه باستبداد قال شنو انا عندي شرعيه الشعب فهمني الشرعيه الانتخابيه دونك نعمل شنو نو دونك يزم يضمن ايضا التواجد وحقيقه تواجد المعارضه والاقليه او التعبيرات الاخرى اللي هي مش من الاغلبيه. وبالتالي اذا الصيغه نتاع القانون الاولاني نتاع 2011 ما عادش تكفي، يمكنها ان تضمن الطابع الديمقراطي او التنوع لا ديفرسيتي دون لا ميزور ان تسمح للاقليات باش تتواجد، لكن ما تضمنش الاستقرار. دونك يلزمنا نصلحوا في القانون الانتخابي بحيث تصبح فيها عندنا قانون انتخابي جديد اللي يمكن على فوا الاستقرار نتاع الهيئات والمؤسسات اللي بنوها برلمان بلديه مجلس جهوي لا ادري من حكايه، في نفس الوقت مثل هذا تواجد حقيقه تواجد القوى الاخرى او الاطراف الاخرى. دونك القانون الانتخابي من ناحيه يلزم يحدد الاهداف هذه، لكن ما نحصلوش كان في الاهداف المؤسساتيه برك، لازم نفسو زاد خاطر الديمقراطيه نتاعنا ما نجمش تكون كان ديمقراطيه تمثيليه. وقال شنو هذاك هو انتخبتني انت توا معناها توا انتخبني توا والنجم مثلا مش ما نطبقش نعمل عكس ما قلته لك وقت الانتخاب ضربه واحده وما تعمل لي حتى شيء اقعد نستنى حتى لين فهمني. اما لو ضاعت الدهور لدرجه انه ما عادش الموضوع ما عادش اللي موجود ولا نستنى حتى لين اخر المندا نتاعك باش نقول لك يا سيد يعني فهمني ولا يا ليلة ولا كذا انت ما احترمتش الوعود نتاعك لانك كذبت عليا. باش نجم نقدموا الاشياء باش تكون ثم تثقيف حقيقي سياسي مواطني للتوانسه فهمني يزم، وهذا امر معناه يطلب وقت بطبيعه الحال مش في ليله ونهار باش يصير، يلزمنا نفكروا فيه حتى في اطار صياغه القانون الانتخابي. هل الاجراءات نتاع المحاسبه ونتاع الشفافيه ونتاع المتابعه نتاع العمل هذا كيف كيف ولا حاجات راهي في الواقع في الاخير يعني مش صعيبه ياسر يصعبوا فيها بعض الناس لانهم ما حاجتهمش في المرمرات يقول لك تعقدها فيها علينا وكيفاش باش تولي باش تدخل فينا غوله فهمني، وكانت تدخلنا هالاجراءات هذه نتاع المحاسبه ولا نتاع الشفافيه معناها يصعبوا فيها برشا وما خاطر ما يحبوش لا يتحاسبوا ولا يعملوا اشياء في الشفافيه هذاك شنو يحبوا؟ يحبوا اون فوا ايلو هو السيد اما نائب والا رئيس ولا كذا سي ما واحد ما يحكي عنها فهمني. دونك يلزمنا يكون مسألة مراجعة القانون هو ضرورة، يكون حرصه مش كان حرص كان في جانب واحد اللي هو الجانب المتعلق بال أما جانب الديمقراطية التشريك الواسع ولا جانب الاستمرارية وكأن نحب نحطه في تناقض الفكرتين. ما نجم نضمن الاستقرار نتاع المؤسسات إلا ما نقصوا من الديمقراطية وما نجمو نعملوا ديمقراطيه برشا الا ما نقصوا من الاستقرار تاع المؤسسات. سي تافو دي لام صح ما يستعملوا فيه برشا ناس. نقول لك مثلا انا اليوم من الحكومه والسلطه التنفيذيه ما نجمش نفق خاطر ما عنديش السلطه ما عنديش البوفوار. مش صحيح. كان جيت حالي مش صحيح. هاي سيدي ناخذوها ونكمل الكلمه هذه.
عندك انت اليوم رئيس الجمهوريه هو اللي خلق حزب اسمه نيداتوس، رئيس الحكومه من نيداتوس، رئيس البرلمان من نيداتوس. هذا الكل ثلاثه مواقع اساسيه في الدوله. وتقول لي ما عنديش السلطه نتاعي باش نعمل السياسه، شكون شي جات عليه الحكايه؟ ما جات على حتى واحد، سامحوني ما جات على حتى واحد. اذا المشكله مش ما عندكش السلطه، مش لانه فما مشاكل اخرى. اذا كان انت ما قدرتش باش تنظف يعني تطبق السياسات اللي تحب عليها اللي من اجلها وقع انتخابك فيها، في اعتقادي فما بالاساس قضايا اخرى اللي هي ما تهمش القانون الانتخابي، تهم اشكاليات اخرى متعلقه مواضيع تنجم يكون عندها ارتباط غير مباشر بالقانون الانتخابي، ولكن مش هذا الاساس. يعني نحكي على مواضيع يعني لا فائده باش واحد زاد ادم ما ينجمش نركبوا القانون الانتخابي كل شيء. القانون الانتخابي ما يحلناش كل المشاكل، القانون الانتخابي يحل لنا الباب، احدى الابواب اللي على اساس نحبوا نحقق الاهداف اللي فهمنا فيها من الاول. يسمح لنا وبالاساس يسمح لنا اعطاء شرعيه لمؤسسات اللي باش تاخذ باش تبني سياسات وباش تاخذ قرارات وباش تهز البلاد في اتجاه معين. والشرعيه هذاك اش معناها شرعيه؟ معناها فرصه. التوانسه ثقه التوانسه، كي ننتخب معناها عطيت ثقتي كي نحتاج كذا. دونك كي ننتخب ويكون عندي اغلبيه التوانسه نسبه حسب القانون الانتخابي اللي جا هي اللي وافقت على الشيء هذا، بالطبع باش نقبل بعض السياسات الموجوده. ولكن كما قلت في نفس الوقت كي نحلوا المجال ايضا ويزلنا نحلوا المجال الى تواجد ما هم اللي هم مش اغلبيه اللي هم اقليه هكذا، دونك نواصلوا ايضا في نفس السياق في تغذيه الشان العام وفي سماح لكل الناس باش يشاركوا في الحياه السياسيه، سواء كان الناس اللي عندهم المسؤوليه ولو اسوا مسؤوليات سواء كان برلمانيه او حكوميه ولا غير، او الناس اللي ما سمحتش لهم الفرصه والانتخابات باش يكون عندهم المسؤوليه، لكن عندهم مسؤوليه كبيره ياسر، هي مسؤوليه انه يبقوا ديما مواطنين وحريصين على المصلحه العامه، على الشان العام، على ما هو يوسع يوحد تونس كل، هي تونس تونس بوحدتها، تونس بمشاكلها، هل البلاد العزيزه اللي اليوم الناس كل تعتز بالانتماء لها.